احنا ما نمنا، القصف والاشتباكات مستمرة، هم قنابل دخانية، طبعا هاي السحب السوداء من كثر اطلاق النار والقذائف، طبعا الان الدبابات دخلت مجمع الشفاء الطبي. The IDF is conducting a high-precision operation in limited areas of Shifa Hospital, following concrete intelligence that demanded immediate action. We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital and are using it to command attacks against Israel. طبعا مصير الناس اللي ضلت جوا الشفا مجهول، لانه الاحتلال اخذ الجوالات واخذ كل وسائل الاتصال. ما إلنا غير ربنا، ربنا يطلعنا من هالحرب يا رب سالمين.